أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برنامج الحكمة ضالة المؤمن، الحلقة زواج أولاد العم. زواج أولاد العم هي واحدة من أشهر الثقافات العربية المتواجدة في المجتمع العربي حول العالم، إن كانوا العرب في شبه الجزيرة العربية أو عرب في شمال أفريقيا أو في بلاد إيران أو الهند. وهو لأنه في زواج أولاد العم فيه السلامة التي هي من هامات الشعب العربي الإنساني في وجوده في الصحراء، إنه يريد السلامة. ولكن القرآن أغر بزواج أولاد العم لسبب الطهر، إنه الإنسان الذي يلتزم في زواج وجماع بنت عمه فقط أطهر من الذي يلتمس ناس شتى من قبائل شتى أو من أماكن شتى. وزواج أولاد العم هو شيء أقره الدين الإسلامي على العرب الذين كانوا لهم أسبقية في عمله. والرسول عليه الصلاة والسلام ولد من زواج أولاد عم، أمه آمنة بنت وهب وأبوه عبد الله بن عبد المطلب، الاثنين يتشاركون في جد واحد، جدهم الرابع والخامس يسمى كلاب. ولذلك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه بالطهر الأبدي، إنه في صفته التي ولد عليها هو كان طاهر من زواج أولاد عم. وزوج رسول محمد صلى الله عليه وسلم بناته لأولاد عمه، اثنين إلى أولاد أبو لهب وواحدة إلى علي بن أبي طالب اللي هو ود عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وتزوج أحفاد الحسن والحسين من بعض، والصحابة كذلك كانوا يتزوجون أولاد عمهم. ورسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت له بنت عمة كانت في عصمته وفي زواج مع زيد مولى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، زيد بن الحارثة، فطلقه القرآن منها ورجعها إلى ابن عمها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن الله يحب الطهر، إنه في زواج أولاد العم والغريبين من بعض فيه نقص من الفكر الخبيث من الأفكار الضعارة وأفكار الزنا، وإنما يكون اجتماع طاهر يتولد منه إناس طاهرون. وأغر الله زواج أولاد العم في 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 مجازا، عندما قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له الكفو هو ابن العم أو المماثل أو المشابه الذين فيهم الزواج ليس فيه شر. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم أغر الله له في القرآن في سورة الأحزاب في الآية 50، السورة 33 سورة الأحزاب الآية 50، يقول فيها الله يا أيها النبي إن أحللنا لك وحسب وعد الله لسيدنا محمد بنات عمك بنات عمادك بنات خالك وبنات خالتك التي هاجرن معك. وهذا من الإقرار في القرآن. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الزوج الأكفاء وزوجوا إليهم. وقال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم خير النساء بنت العم. في كل هذه الأحاديث فيها إقرار للاختيار اللي كانوا يختارونه العرب في تزويج الأهل الغارب من بعض، ولا يتركونها كأنها زريبة حيوانية يتطاقش فيها الناس يعني من غير النظام. ولكن في الدين الإسلامي في نظام للزواج والولادة، وهو لتثبيت الطهر في الوجود والرضا بالطهر والتغرب إلى الله. والله ينتفع من الناس في زواجهم أولاد عم هو في نقص الحروب، نقص المشاكل، وفي الزمة، إنه الاجتماع المتشابه فيكون الناس زمتهم قوية وليس فيهم ضرر لبعض. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مسجل يوم 24/12/2015 في مدينة مانشستر ببريطانيا، وشكراً.